السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معي في قناتكم قناة وصفات الطب البديل والعلاج بالأعشاب مع خني فيسا ويد خني فيسا، إحياء للوصفات الشعبية المغربية، الوصفات اللي كانوا كيعالجوا بها جداتنا، الوصفات ديالنا الزمان. اليوم جينا لكم بوصفة منظفة للجهاز الهضمي، والأهم من هذا الشيء كامل كتعالج المشكل ديال الإمساك، كذلك كتخلصك من المشاكل ديال الانتفاخات اللي كتكون في البطن، وكذلك طاردة للغازات، وأهم من هذا الشيء كامل أنها غدا تخلصك من التكال ديال سنين وسنين وسنين. وصفة شعبية مغربية 100%، مكونات سهلة وبسيطة وفوائدها كثيرة وعديدة، غادي نتقاسموها من خلالها الدقائق ديال الحلقة اللي كنتمنوا لكم من خلالها فرجة ممتعة. ما تنساوش جيم الفيديو، ما تنساوش لايك، وما تنساوش تشاركوا بالقناة لأنكم فعلا 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 غالين وعزاز، وكنديروا حنا كل ما في جهدنا لأرضائكم وبحال وصفتنا ما غتلقاو. بسم الله على بركة الله. أول شيء اللي خصنا نعرفه بالنسبة للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال التكل، أنه سمحوا لي انه كاينين مجموعه ديال انواع ديال التكال. ممكن انك تكوني كليتي شي حاجه او لا وكلوك شي حاجه كيف ما تنقولوا، او ممكن انه يقدر يجيك تكال عن طريق السحر، وهنايا للاسف شديد ملي كيدخل الجسم ديالك كتكون صعوبه باش غادي يخرج. لكن ان شاء الله باذن الله الا تبعتي معايا هاد الدقائق ديال هاد الحلقه وجربتي هاد الوصفه وتبعتي هاد الوصفه، حدك انت مازال باقا باركه في الدار، صدقيني انك ان شاء الله باذن الله غاديه تهناي وغادا تستفرغي هذاك الشيء اللي واكله وداك الشيء اللي لابد لسنين في الجسم ديالك وفي الذات ديالك، واللي للاسف شديد بعض المرات كيسبب لنا مشكل ديال الحرقه في المعده، بعض المرات كيسبب مشاكل ديال كما تنقولوا مشاكل اللي ما كنعرفوش الاساس ديالها بالمره، بحال مشكل ديال الكلف، مشكل ديال الطفوحات الجلديه اللي كتصاب بها الجسم، كذلك الوجه كيكحل وكيتزير وكيتخنق. حاجه اخرى بزاف الناس اللي تعانيوا منها هو الام في البطن، وهنا انا كنتقاسم معكم تجربتي الشخصيه، كنقولها لكم ونعاود نقولها 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 لكم، ما تذوقوش ذوقه من عند وحده، ما تذوقوش ذوقه من عند وحده واخا يكون اللي كان، لان هذا المشكل ديال الالم ديال البطن انا لحد الان مازال باقا مده تقريبا ديال سنتين او لثلاث سنوات ملي دخلت التكال الجسم ديالي، مازال باقا تنعاني معاه لحد الان لحد الساعه. وهذا الشيء اللي كنقول لكم قبل ما يوقع الواقع، حاولوا انكم تردوا البال. وهنا البنات كنعاود نوصيكم، حاولوا انكم كيف ما كان الحال انكم ما تذوقوش ذوقه بالمره، لانه كيولي الذوق كيضرب ليك في الكرش ديالك. كاينين الناس اللي الله يهديهم ما تيخافوش الله سبحانه وتعالى، ويقدر انه يبقى ذوقه وحده يخرج لك على حياتك كامله، صحتك كدقدق، شعرك كيطيح، الجسم ديالك. انا قلت لكم هذا المشكل ديال الدورة، عيت بالسكانير، عيت بالتدواز، عيت بلي فيزيت، عيت بجميع الاطباء وجميع الاختصاصيين، دزت عندهم على قبل هذه القضيه اللي كاينه في الضو في كرشي، ونهائيا لا حل لها بالمره، باش غادي نكتشف من بعد بانها فعلا تلبقات ليا حاجه في التكال، او لا كليت حاجه اللي عند سيده اللي الله يهديها، انها بقيت على هاد الحاله حتى الان. وهذا الشيء علاش كنوصيكم ونعاود نوصيكم، بعض المرات كيكون عندك مشكل ديال كثره ديال الغازات، يعني لي غاز، واخا ما تاكليش حوايج اللي هما كثرين، كتلقاي ان كرشك من فوق كرشك مبعب، لا كيف ما تنقولوا كتكون ديك القعقاعه ديال البطن ولا هذيك هذا. كذلك حاجه اخرى اللي كيحسوا بها بزاف الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال التكال، هي الحراره في الجوف ديالهم، في البدن ديالهم عامه كيحسوا بهذا المشكل ديال الحراره. كذلك عدم الرغبه في الاكل، وهي ماشي حاله ديال الامساك، ماشي في حاله ديال الامساك المزمن، انما اصلا دائما حاسين بديك القضيه ديال انهم شبعانين ومع ذلك انهم منفوخين ولم
كيفما تنقولوا حاسين بهذيك التخمه. حاجه اخرى اللي كنقول لكم ردوا البال منها، ردوا البال منها، ردوا البال منها، هي الضفار اللي تيكونوا عندكم، حاولوا انكم ملي تحيدوهم تلوحوهم ديريكتومون للتواليت. اضافه لهاد العلامات اللي تكلمنا عليهم وهاد الاشياء اللي تكلمنا عليهم، الناس اللي كيعانيوا من المشكل ديال السحر كيكون عندهم مشكل ديال الضيق ديال التنفس، يعني حتى هذاك الشهيق والزفير ديالهم بعض المرات كيتسمع كانك تقول انهم مصابين بربو او عندهم مشكل ديال الدقه. حاجه اخرى سواد الوجه، بزاف البنات كيقولوا يا سهام علاش انتي الوصفات طبيعيه ما داروش لك في وجهك وعلاش لي ما نفعوكش في وجهك. بغيت نقول لكم بانه ملي تيكون تكال داخلي اوتوماتيكمون الوجه كيزراك، اوتوماتيكمون الوجه كيجيف، اوتوماتيكمون الوجه كيكحل وكيبداو فيه بقع، والله ياخذ الحق كما تنقولوا في اللي كان سبب في اذيه ديال اي واحد. هنا غادي نرجعوا للوصفه ديالنا اللي غادي نحتاجوا فيها 3 المعالق ديال الورد، وحنا عارفين الفوائد ديال الورد بالنسبه لهاد القضيه ديال الخريط. ان شاء الله باذن الله غادي نتقاسم معكم الا بغيتوا وصفه اخرى ديال الراس ديال الماعز بالعشوب، حتى هو كيتعمل للاستفراغ اولا للتقيه، التقيه ديال السحر المأكول، ولكن هذا كيكون فيه العشوب وتيطيب هكاكين خضر، يعني كيطيب هكاكين بكل شيء، بالسغف ديالو غير كتجيبيه وكتغسليه، يعني ما كيتشوط ما حتى حاجه باش كتقدري انك ترجعي اولا كتقيي هذاك الشيء اللي واكله. كذلك بزاف الناس كيعانيوا من الخمول، كيعانيوا من ثقل البدن، كيعانيوا من مشكل ديال الكتاف تضروهم، كيعانيوا كذلك من مشكل ديال خنقه في النفس اولا اكتئاب. والاهم من هذا الشيء كامل نبغي نقول لكم ردوا 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 البال لراسكم ولكرشكم، ولو يكون تكون هذيك العلاقه ديال الصداقه كيف ما تكون، ولو تكون هذيك العلاقه ديال الجوره كيف ما تكون، ديال دغمه ما تدخليهاش لكرشك. انا كنوصيك دغمه ما تدخليهاش لكرشك. هنا كيفما شفتوا معايا غادي نرجع للوصفه باش نتبع معكم، ضفت 3 المعالق الاضافه للمكون الاول اللي خدمنا، ضفت 3 المعالق ديال البابونج، وعارفين الفوائد ديالو بالنسبه للجسم ديالنا خاصه في علاج مشكل ديال الغازات، وكذلك في التطهير ديال الجهاز الهضمي. غادي نضيف على هاد المكونات كاملين 3 المعالق اخرين او 4 المعالق ديال السنمكي. هاد السنمكي كتخرط لينا المصارن وكتخرط، ولكن هنا نبغي نثير الانتباه، الناس اللي كيعانيو من الاسهال ما يديروش هاد الوصفه بالمره. كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال هذا ديال الدوره الدمويه اللي كتكون كدور بسرعه، اولا كياخذوا ادويه ديال الدوره الدمويه اللي كدور بسرعه، ما يديروش هاد الوصفه بالمره. هنا هاد المكونات كاملين وضعتهم في واحد البريق وضفت عليهم 3 ديال الكيسان ديال الماء، غادي نديرهم فوق البوطه اون فوا غادي يغلاو. وهنا تبع معايا الطريقه الله يجزيكم بخير لان هي الاهم، ملي غادي يطلع الغليه غادي نحسب مده ديال 5 دقائق وغادي نطفي على هاد الخليط، يعني ما تخليش تيبس كامل. من بعد غادي تكوني حصلتي على خليط بهاد الشكل، غادي تبيتيه ليله كامله مده ديال 12 ساعه. الغد مع الصباح ملي غادي تفيقي اولا غادي تنوضي غادي تاخدي واحد الكاس، يعني الخليط كامل غادي يبقى لك فيه تقريبا كاس كبير اولا قياس كاس ونص اللي هو صغير. غادي نخوي هاد الخليط في هاد الكاس، من بعد ما نصفيه غادي تحليه بالعسل، غادي تسخنيه بعدا وغادي تحليه بالعسل ديال شندقوره اولا العسل ديال الكاليبتيس ولا الدغموس، يعني اللي متواجد عندك واللي حر، ولكن ديال شندقوره كيكون احسن وافضل. وهنايا من بعد ما غادي تحليه بالعسل غادي تشربيه على الريق، غادي تحاولي انك تمشي تمشي وتجي تمشي وتجي وتشربي من وراه كميه مهمه ديال اللبن مخلط بشويه ديال الملح الا ما كنتيش كتعاني من مشكل ديال لا طونسيون.
غتحسي بكرشك تقلات عليك، وفي هذه الأثناء غادي تكوني كيف ما تنقولوا مجدة. وفي هذه الأثناء غادي تكوني مجدة واحد البانيو حداك، أولا واحد الإناء حداك، ولا سطال ولا هذا. غادي تاخدي الريشة ديال الدجاج، غادي تغسليها مزيان وغتكوني منشفاها، وغادي تدخليها، ماشي تسرطيها ماشي تاكليها، ديال غير كتدخليها القرجوطة ديالك. غادي تقياي هذاك الشيء كامل من الكرش ديالك، واخا ماما غادي تقياي هذاك الشيء، واخا شهرزاد غادي تقياي هذاك الشيء كامل اللي في الكرش ديالك. وكذلك غادي تكوني كما تنقولوا غادي تخرطي، وغادا تحسي بحال هذيك الشكل ديال الوجعه. في هذه الاثناء خدي واحد ثلاثه حبيبات ديال التمر، ومن بعد فطري من ورا ساعتين بشكل عادي بشكل طبيعي. هذه العمليه عوديها مده ديال 7 ايام الا كنتي كتعاني من التوكل، اما الا كنتي كتعاني من الامساك من الخبط ومن الغازات فيكفي مره واحده في الاسبوع لتنظيف الجهاز الهضمي. نتمنى الشفاء العاجل للجميع، وما بقى لي الا نودعكم، نقول لكم تهلاو في راسكم، والى اللقاء في حلقات اخرى وفيديوهات اخرى ان شاء الله باذن الله. وادام الله علينا وعليكم.